كوفية قصدهم يستعبدوا البشر، فإذا استعبدوك بنظفوك. معصول تزرع تجد ارمل الشيخ، عندك ذهب تجد ارمل الشيخ، المرة عندها تجد ارمل الشيخ، قروش ترميها للشيخ، هم دايرين دي. شكل يبلفوا ودوروا تعبون التعب ده كله. موضوع كله موضوع قروش بالمناسبة. شهوة. موضوع بتاع الشهوات بتاعت مال وغيرها، ده خلاصة الموضوع بالمناسبة. وإلا الشيوخ الكبار ديل بالمناسبة كلهم عارفين على باطل، واللي بيسووا ده فيه شرك عادين عارفين. واحد من الإخوة لقى شيخ كبير في صينية بتاعت سيمايا، قال لي وقدام الناس قال لي انتوا تخلوا الناس يسجدوا لكم ويستغيثوا بكم لما تموتوا ويدعوكم من دون الله، ده اسالك بالله ما شرك؟ قال له والله عارفه شرك، لكن بقى لنا اكل عيش. خلاصه الموضوع يا اخوان، والاحزاب اللافه دي كلها ناس ديمقراطيه وناس مدنيه وناس كله ده كله موضوع قروش بس، يعني كل حزب داري ياكل ياكل الجماعه معه، والله ده كل الموضوع. والكفر اللافي ده وذاك يجيب صوره يقول دي صوره الله ودي صوره الادم واللف والدوران، لانه في ناس بيدعموا، في كفار برا خواجات بيدعموا بدولارات، ده خلاصه الموضوع. تدوني بمرر لكم مخططكم هاي كم كده ورب بكافي المسلمين، ده الموضوع كله مصالح. لكن ربنا قال ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذا موضوع أكل أموال بيصد بيه عن سبيل الله، ده هو خلاصة الموضوع. لكن احنا مضطرين طبعا نصل ونجيب عشان نزيل الشبهات على الأمة دي، لأنهم فكوا شبهات، فنحن مضطرين واجب علينا نزيلها يا جماعة. لكن هم عارفين إنه ده باطل. نعم. ويجيك الكوز والأخو مسلم لما تتكلم وصفيه جوطه يقول لك لا ما هكذا ولا من الحكمه، وده يبقى رئيس اللجنه عشان ياكل الدكانين اللي في طرف الجامع دي، مش دكانين وقف؟ صيدليه شنو ومخبز شنو وقف للجامع ده يسيب دي، لكن يقول لك الحكمه برا، لانه لو الناس اتشتتوا والجامع ده اتفرتك الدكانين دي يعني ما بيجيو، ولا بد يعمل فيها صاحب حكمه عشان يبقى رئيس اللجنه الماليه في لجنه الجامع. خلاصه الموضوع انا بقيت قدر ما بحثتها لقيت الموضوع ده برجع على الكرشه دي قدر ما بحثت والله. واللكلكه بتاعت الحزبين شايفينها دي، يجوز التعاون مع اهل البدع، التعاون مع عبد العزيز وذلك جائز، طبعا وأعرف ما جائز، لكن عبد الحي ده النقاطه. وخلاصه الموضوع يا اخوان، شيوخ كبار كانوا بيقولوا لنا لا يجوز تقعد في كرسي قاعد فيه مبتدع، كرسي ساكت، كرسي كرسي كرسي، قال حتى بعد شهر وشهرين لحد ما يذهب حره، جينا قال شايل الكرسي غطيه فوق راسه، كرسي ذاته غطيه فوق راسه.